شو انت حساب لي بنخاف من المسدس ولا حساب لي بنخاف من الموت؟ على اساس تدير في الخير وتحج في بيت الله، هناك مجرم وحقير. تكلم. بوك ما كانش في الخطه، بوك مات في جنبك في الحضانه. ما كانش موضوعنا، انا قلت له بوك لكن خش دار دوشه ودار حيطه قريب فتحنا. قلت له ايش كان قصدك؟ قلت له مين اللي قلت له؟ أنا بعد زوز مفار نفذ العملية، أكيد واحد منهم. وأنا إيش ندرتوا فيه بعد؟ أنت عشان مشيت طروف، عشان مشيت قطع غيار، لكن الله غالب الشرطة شت نقطتك مني، قبضت عليا ما لحقتش عليك. أنت كيف يطلقوا واحد زيك؟ مفروض قطنت في الحبس أنت. الأفندي عيسى شنو يدير؟ الأفندي عيسى فيه منه هلبة والمصالح متبادلة. رقمك لقيته، لقيته عن تليفون حناي نعم. من وين تعرفها؟ من نعمة. متين سوق غبي. نعمة؟ نعم بالله يا. مش حد اسمه نعمة. تعرف ربي اصلا انت؟ مش حد اسمه نعمة. حياتك كل يوم بس. وكل مرة بكتبها، وري صورتها بركي يعرفها. شت. نعمة، هي هذه نعمة. هذه زمردة، زمردة راس الشر كلها. دايرة ما تبي، دايرة ما تبي في الشركة. تعطي في الأوامر زيني زيها. أعطيه. أعطيه مين يكون؟ أنا ما أعرفش اسمها. إحنا عندنا 60 اسم نخدموا به. ورينا صور كان عندك، هذا ما نعرفش. آخ هذا حسين، حسين مدرب فنون قتالية. شو فنون قتالية؟ شو غبي أنت يا ولد ولا شني؟ هذا ندرب الشباب كلهم اللي معانا في المجموعة. بس لما يشدوك يعرفوا كيف يقتلوك. خالد شنو يكون في المنظمة الوسخة متاعكم ايه؟ دكتور يونس احسن دكتور عندنا واشطر من يدير في العمليات. تعرف الزباين ما يشعرون شيء تحت يديه، مجرد ما يبدا تشيك تك يلقى روحهم في الفاز زوات ما يندر على شيء. خلاص يا يوسف، خلاص يا يوسف، مات يا يوسف، مات، خلاص يا يوسف، مات. قتلت يا يوسف، قتلت يا يوسف. اطلع.